السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليك يا رسول الله، يا من نحن في ضيافته، ويا من أنت أذنت لنا بأن نزورك. وفي الحقيقة زيارتنا ليك يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بقت سنة وعادة، ما أظنش إن هي هتغيب عن حياتنا أبدا. صحيح أنا قلبي دايما بيهتف بالناس زاروا محمد وأنا سكلي في قلبي. صحيح أنت مكانك في قلبي حضرة النبي، بس أنا من وقت للتاني لازم أفتكر طول الوقت إن أنا لازم أزورك واستشيرك وأسألك وأعيش معاك في تفاصيل حياتي، عشان في كتير من الناس حاسين يا حضرة النبي، وفي ناس بيحسسوهم إن أنت حضرتك جزء من تاريخنا، بس أنا بحس وبعيش وبدوق حلاوة ويقين إن أنت أصل حياتي، جزء حياتي الأكبر، وعشان كده بزور حضرتك مش زي ما بزور أستاذي، ولا زي بزور والدي، ولا زي بزور جدي عشان استشيره، لا ده زي ما بزور نفسي، زي ما بزور قلبي، زي ما بزور نور عيني. فاسمح لي أقول لك السلام عليكم، وأنا سعيد إن أنا في حضرتك يا سيدي وحبيبي ونور عيني. النهاردة هنتكلم عن أزمتنا وعن الحالة الصعبة اللي احنا فيها دي، الحالة الوبائية اللي اجتاحت العالم كله، وهي لما اجتاحت العالم كله ما اجتاحتش العالم قبل ما تجتاح قلوبنا، اجتاحت قلوب الناس، فالناس قلوبها اتهزت، وفي سماسرة كتير، سماسرة للدين حاولوا يدخلوا ويسمسروا على الناس. من أكتر الأشياء اللي الناس اتسمسر عليهم فيه وحب حد يبيع لهم أفكار جديدة وأفكار تخليهم قال إيه يقربوا من مولانا حضرة النبي، فكرة شوية صعبة، إن اللي احنا فيه دوت غضب من ربنا، فلما يكون ده غضب من ربنا يبقى احنا خلاص لازم نبقى عندنا حل من اتنين، لإما ننتظر نهاية العالم، أو إن احنا خلاص ربنا طردنا من رحمته وربنا خرجنا من رضاه، وندور لنا بقى على سند وداعم تاني، ونشوف لنا حاجة نتحامى فيها من غضب مولانا سبحانه وتعالى، وربنا خلاص تربص بينا وهينزل علينا غضبه خلاص، وهينزل علينا نعلنته، وكل اللي احنا بنشوفه من الخوف والألم والوجع ده احنا مستحقينه بسبب ذنوبنا ومعاصينا اللي احنا عصينا ربنا فيها، فكان طبيعي ان هو يغضب علينا. الكلام ده وقت الخبص اللي فيه ان هو بيخلط الكلام بعضه ببعض، فيخلط الكلام عن ذنوبنا بالكلام عن حاجة ما تحسسناش بلطف الله سبحانه وتعالى ومحب الله لنا. أنا عندي سنة كده أخدتها من حضرتك يا حضرة النبي، إن أنا كل حاجة صعبة في حياتنا أحب أسمع الناس بيقولوا إيه، وخاصة الشباب اللي هم في الحقيقة هيستقبلوا المستقبل، إن إحنا كل خطوة بنروح فيها للمستقبل، ولأن المصيبة دي والفكرة دي لاحظت حاجة غريبة قوي، إن هي أكتر الناس اللي معتقدين الفكرة دي هم الشباب. يبدو إن الجيل اللي كل ما الجيل بيتقدم يبدو إن الناس بيقل فيها إحساسها بلطف ربنا، والدليل على ذلك إن إحنا المصريين كان عندنا زمان أي مصيبة تحصل، أي بلوة تحصل، نقول إيه؟ قدر ولطف. إيه ده؟ يعني الشدة عندنا ما كانتش بتفكرنا غير بلطف الله. دلوقتي ما بقاش كده. فلذلك أكتر الشباب متبنيين فكرة إن الوباء ده غضب من الله، ومعنى إن هو غضب إن إحنا مستحقين. جماعة أحفادك يا حضرة النبي اللي هم تلامذتي وأحبابك، وقعدنا نتكلم في المسألة دي،
فطبعا صديقي وتلميذي اللي دايما بيبقى لابس ثوب التشاؤم راح على طول راح قايل كده، قايل لي اذا ما كانش ده غضب من ربنا عايزني اقول ان الوباء ده حاجه حلوه، يعني حاجه ربنا راضي عننا فيها فبيدينا الوباء ده عشان يكافئنا؟ ما هي كده، يا اما غضب ربنا يا اما رضا ربنا. احنا دلوقتي في رضا ربنا، لو احنا في رضا ربنا ما كانش خلانا في الضيق وما خلناش في التعب وما خلناش في العناء وفي وجع القلب اللي احنا فيه ده، يبقى احنا اكيد في غضب ربنا. المساجد اتقفلت، الحرم ما فيهوش معتمرين ولا في ناس مصلين ولا في جمع ولا في جماعات، يبقى ازاي ده مش غضب من ربنا؟ قولوا كلام غير ده. وانت مش شايف الناس بتعصر له ازاي؟ انت مش شايف الناس بعيدين عن ربنا ازاي؟ راح على طول حفيدك التاني حضرة النبي راح داخل قال له اهو، هي دي الفكرة اللي انا بخاف منها، دي الفكرة اللي بتفتح الباب للتطرف، دي الفكرة اللي بتفتح الباب للبعد عن ربنا، ان حد يقولك ان انت مطرود من رحمة ربنا، فيجي بعد كده يقولك تعالى عشان انا دخلك بقى لساحة ربنا ولرضا ربنا مرة تانية. احنا مش في غضب ربنا، لا لا احنا مش في غضب ربنا، احنا في شدة، والشدة دي ممكن يكون ليها حكم كتيرة واسباب كتيرة. تعالى نفهم، تعالى نقرأ، تعالى نتعلم، بس ما نقولش ان اللي احنا فيه ده ان الوباء ده غضب من ربنا. وانا عارف ان انت هتستدل بالقاعدة اللي قالوها بان لا مصيبة الا بذنب. انا مش حاسس ان الكلام اللي انت بتقوله ده صح متسق، ان لا مصيبة الا بذنب، انا مش حاسس بده خالص. فجيت تالت قال لهم بصوا، احنا عندنا دلوقتي احنا عايزين نعرف نخرج ازاي مما نحن فيه، سواء كان الامر ده شدة او سواء كان الامر ده غضب، احنا عايزين نعرف نخرج من ده ازاي. انا عايز اخرج، انا خلاص بقيت حالي حاسس ان قلبي مقبوض، حاسس ان انا مش قادر اتنفس، انا عايز اخرج من الحالة اللي انا فيها دي، ومش عايز اتناقش في المناقشة اللي انتوا بتقولوها دي. انا حاسس ان ربنا مش طالب مني ان انا اعرف ان احنا في غضب ولا احنا في رضا، انا حاسس ان ربنا طالب مني ان انا اعمل حاجة عشان اخرج من ده. حقيقة حضرة النبي كلامهم جميل، نقاشهم حلو، افكارهم تدل على ان هم فيهم خير ونور كتير، وعشان كده ما كنتش بستحي ان انا لما اجي لك اعرض كلامهم عليك يا حضرة النبي، لان كلامهم فيه بركة وفيه نور وفيه تساؤلات. واحنا يمكن احد الاشياء اللي عندنا واللي انا بقولها وبعترف بيها بين ايدين حضرتك، ان احنا كرهنا الاسئلة وخلينا الاسئلة تبقى صعبة على الناس، ولكن انت يا حضرة النبي كانت الاسئلة بتبقى حبيبة الى قلبك، والناس فهمت غلط قول حضرتك لما قلت إنما أهلك الذين كانوا قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني مش كتر الأسئلة هو المذموم، لكن الأسئلة اللي بتودي للخلاف والشقاق هو المذموم، لكن الأسئلة اللي تفتح الباب للعلم ده مطلوب. ولذلك روي عن كثير من الصحابة وأهمهم سيدنا الإمام علي، قالوا له بما وصلت إلى ما وصلت إليه من علم؟ قال بلسان سأول، بكتر السؤال، وعقل عقول، يعني بكتر الأسئلة المفيدة، لكن الأسئلة الضيعة هي الأسئلة غير المفيدة. في تساؤلات لازم نسألها، أنا الموقف ده إيه اللي جابه عليا؟ ده سؤال مشروع، بس مش المشروع إن حد يجي يجزم لك في حاجة ما ينفعش يجزم فيها. الغضب ربنا ده صفة لله، ده فعل لله، ما ينفعش ان يجي واحد ويجزم لك ان ده غضب ربنا. ليه طيب؟ لان لو كان ده غضب من ربنا، ما ربنا لو كان يريد ان يغضب عليك كان اخذك بمصيبة، لكن ربنا يأتي لك بوباء تحته مرض ثم تساب على هذا المرض ومن يموت شهيدا، يبقى فين بقى مسألة الغضب وفي الآخر يكافئ
اللي هيمرض اكيد دوت مش غضب، لان لو كان غضب كان اي حد هيعمل اي حاجه خلاص هو مغضوب عليه. لكن ده فتح باب ليك، باب عظيم جدا اسمه باب الشهاده. فحديث الامام البخاري بيقول ان الخمسه بيعدوا من الشهداء، منهم ثلاثه موجودين في، منهم اثنين موجودين على الاقل في المريض اذا توفي بفيروس الكورونا. ازاي تكون انت فاهم ان المريض اللي الشوكه اللي بتشوكه وان الوجع اللي بيتوجعه والالم اللي بيتالمه كله قاعد يحط من خطاياه، ازاي ربنا غضبان على حد وانت دخلت من مدخل الذنوب؟ لو دخلت من مدخل الذنوب ازاي ربنا غضبان على حد وجايب له المرض عشان يمحو ذنوبه؟ ده احنا عندنا بيقولوا لنا مشايخنا حكمه رائعه، ان الله اذا عد مقاما لاحد اوليائه يمرضه الله مرضا شديدا لكي اذا دخل الى الجنه لا يذهب لبه عندما يرى ما اعده الله له من مقام. يعني ايه؟ يعني المرض ده ولا الوباء ده ما بيكونش دليل على الغضب. وعشان كده انا بقول لكم الحقيقه، وده اللي اتعلمته من حضرتك يا حضره النبي، ان اللي احنا فيه ده من شدائد بيخليني افهم فلسفه الشده، ان هذه ليست شده ولكنها شده. يعني ايه ولكنها شده؟ اي شده تجذبنا الى الله. والدليل على ذلك شوف كل الناس اللي رجعوا الى الله وابتدوا يسالوا ازاي نرجع الى الله، وابتدى كلامك يا حضره النبي ان باب التوبه مفتوح يبقى بشره للناس، وابتدى الناس يفتحوا كل ابواب الاقبال عليك على الله وعلى سنتك يا حضره النبي. اذا اللي احنا فيه من شده ده شده جذبه الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعالوا نسال، هو الاهم ان احنا نعرف ان احنا تحت غضب الله. طب افرض يا سيدي انت تحت غضب الله، هتعمل غير ان ايش ايه غير انك انت تطيع الله؟ حضره النبي صلى الله عليه واله وسلم علمنا ان احنا دائما نرضي الله. السيدة عائشه قالت له اعمل ايه؟ قال لها اذا صادفت ليله القدر قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ده ايه ده؟ تفوات التجليات. لان احنا طالبين رضاه، حتى لو غضب علينا مش هيغير فينا حاجه غير ان احنا نطلب رضاه، احنا على الدوام طالبين رضا الله. وعشان كده هقول لكم ثلاث حاجات، ويا حضره النبي يا ريت تساعدني في ان انا انظر بنظرتك الى حياه الناس. اللي احنا فيه محتاج ثلاث حاجات. اول حاجه ان احنا نتعود ان احنا نفكر بعيدا عن كل الأشياء المعقدة. ريحوا نفسكم من التفكير المعقد، فكروا ببساطة. الله لا يرضى عن معصيتي، أتوب إلى الله وأستغفر الله وأرجو الله. هو ده التفكير الصحيح، ده المطلوب منك. بس معقولة وكل اللي فات ده؟ أما الله سبحانه وتعالى، عشان كده أنا مش قابل مفهوم الغضب. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويعفو عن كثير، إن الله يغفر ما يغفر لمن يشاء. هيغفر، يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يغفر. يبقى إذن أول حاجة فكر بالتفكير البسيط. طب تعمل إيه عشان تفكر تفكير بسيط؟ كل يوم أعبد الله بأن هذه العبادة ستمحو كل ما كان. دي أول حاجة. تاني حاجة، تعود كل يوم تذكر نفسك بشيء فيه لطف الله. تقف كده خمس مرات في اليوم زي الصلوات، وتتذكر عباد وتتذكر نعمه من نعم الله وتحمده عليها. واحنا في الوباء تقف خمس مرات. اخر حاجه تعمل ايه؟ ثلاث مرات في اليوم تقول لي ربنا ايه؟ تقول له كده: يا سيدي لقد رايتك في هذه الشده، ما اجريت هذه الشده علي الا لتهذبني، الا لترقيني، لا لتعذبني. فحاشاك يا مولانا وأنت الكريم أن تعذب عبدا ولو أساء ولو كان لئيما، فمن للفقراء ومن للعصاة إلا باب الكريم.
وقد وقفت ببابك ولذت بأعتابك واعترفت بأنني عبدك الفقير، فأكرمني يا كريم وإني أتشفع عندك بصاحب الجناب العظيم، من نحن في حضرته سيد المرسلين، من أرسلته رحمة للعالمين. أرجو أن تؤمن على هذا الدعاء يا رسول الله، وليقبلنا الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا رسول الله. Thank you.